خش على هوم كنترولر وعايزين نعمل ميثود جديده نتعرض فيها للاري والكوليكشنز. خلاص فهعمل public action result ونسميها اي اسم اللي هننادي بيه، مثلا ديمو. احنا خدنا ديمو اكسبريشن، هنا ديمو ايه؟ ديمو اري. كلام جميل. عايزين نحط جواها مجموعه من البرودكتس، فما فيش مشكله عندنا خالص ان احنا نعرف برودكت اللي احنا اصلا معرفينه جواه ايه. مش عايزين نستنسى، احنا معرفينه جوه نسخ في كل الملفات العجيبه اللي انتم شايفينها دي. معرفينه جوه المودلز فين؟ فين الموديل؟ اهي. فكنا معرفين الكلاس ده عندنا في الايه؟ في الموديل اهو. وكان شايل البرودكت اي دي والنيم والديسكربشن والبراس والكاتيجري بس بطريقه الايه؟ الطريقه المختصره بتاعتي. قلت له عايز اعمل برودكت بس عايز اعمل منها اري، فهو عامل بس القوسين المربعين دول واسميها اي اسم، مثلا روز، مثلا روز يعني حاجات وحشه. ماشي ماشي. قمت قال بتساوي، وبدات انا ايه افتح قوسين كده السيمي كولون هنا وارص بقى الايه البرودكتس بتاعتي. اقول له نيو برودكت خلاص، وافتح له القيم بتاعته ومال مثلا اديله مثلا نركز على طبعا ممكن نحط كل البروبرتيز اللي كانت موجوده، يعني نقدر نستخدم نعم بعد ليه؟ يعني عايزه تعملي ايه كده مثلا؟ تعملي يعني مثلا ثواني كده مثلا وقبل الاقواس تكتب نيو برودكت كانها بتعرف. طب نيو برودكت ده برودكت واحد. لا 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 لو انا لو انت عايز تعملي كده تعملي كده اهو. هتقوم جاي هنا بقى عايز تقولي برود دوت دوت تقول لا برود رقم زيرو. رقم زيرو لان في الزيرو ومايل بقى دوت واخش هنا جواها. ايوه صح. بس دي كده هنقعد نكتب لغايه بعد بكره. يعني هنقعد بقى نكتب بطريقه مطوله جدا عشان اقعد اقول برود رقم زيرو برود رقم زيرو واقوم بدخل مثلا النيم هندخل مثلا وليكن النيم والبرايس. واقوم جاي بعد كده معايا برود رقم واحد والنيم والبراس كده. انا مش كده مش شغال بقى يعني كده صحيح لو تمشي زي ما قلت لك كده ماشي. اه طبعا لو كتير يمكن نخلص، لكن لو انا لكن الطريقه الاسرع اللي هي بنسميها احنا على الطاير ان انا جاي هنا كده على طول ببساطه واقوم جاي هنا ايه نيو برودكت واسلمه له كوما نيو برودكت واسلمه له كوما نيو برودكت واسلمه له على طول على الطاير كده. اقوم جاي قايل له مثلا نيو برودكت خلاص، وما قايل له مثلا نيم مثلا برودكت 1 خلاص كوما والبرايس مثلا نقول اي رقم مش عارف شال ايه كده من النوع ده مش تقول طب الصبح وانا نقرها لك خلاص كده اهو حطينا برودكت صح؟ معايا مش معايا؟ كده حطينا برودكت جوه الاري، اول واحد جوه الاري، يعني مش عايز انسى الحته دي. احنا في اول واحد انا عايز ارتب لكم كده بس الكود عشان تبقوا واخدين بالكم من الطريقه. ده اول واحد جوه الاري، عايز احط الثاني لازم اقول له و دي اولا واقوم جاي لايه؟ واقوم واخد الثاني ومحطه بعدين ومثلا قايل له برودكت رقم مثلا 2 واقوم ايه؟ ومغير مثلا القيمة. خدنا بالنا؟ واحط التالت وهكذا. نعم؟ نخلي الايه؟ ما تزعلنيش منك. انا مالي. هو ده
شاهدين ريتيرن خلاص ريتيرن الفيو وفي الفيو هبعت له بس الايه البرودكت بتاعنا اللي هو شايل كل الايه اللي شايل كل القيم اللي احنا عايزينها عشان تبقى الفيو يقدر يشوفها عشان الفيو يقدر ايه يشوفها وعايز اعمل ملف CSHTML فاجي هنا واقول له ايه اد لي فيو صح قال لي دي موري مش عارف ايه قلت له ماشي ولا لي اوت ولا حاجه واد احنا عايزين نشتغل مع الموديل ولا مش عايزين نشتغل مع الموديل لان احنا سبناها نل واحنا عايزين نشتغل مع الموديل لان شغالين مع البرودكت البرودكت اصلا موديل صح قوم جاي هنا كده وعامل له ايه احنا اسفين يا ريس عامل له ديليت وادي الفيوم ده له جديد واقول له ايوه بس احنا عايزينه ايه مش ويزاوت موديل احنا عايزينه بايه امبتي ويفتح لي بقى الموديل واقول له الموديل بتاعنا اللي هو مين البرودكت عشان يبقى شايف مين يبقى شايف البرودكت كموديل يعني واد بقى كده اد ايه اد ترانزور اكزامبل دوت مودلز دوت ايه دوت برودكت مفيش اي مشكله بس احنا ممكن نقول ان احنا مش عايزين دوت برودكت بس احنا ممكن نقول عايزين دوت ايه برودكتس كده بقى تقريبا خلاص وبيتعامل مع سلسله من البرودكتس مره واحده بيتعامل مع سلسله من البرودكتس بتاعتنا مره ايه مره واحده خلاص طيب معلش اصل انا مش فاكر اللي احنا كنا قلناه المره اللي فاتت فعشان كده مش فاكر احنا في البيزك لاي اوت خدنا البيزك لاي اوت والحاجات دي وال احنا بقى انقطعنا فترة رمضان الكريم فالواحد فقد الذاخرة يعني خالص ماشي مش مشكلة دينا برضو ايه بنتذكرها مع بعضنا كنا واقفين فين عملنا ديليت كده تاني وعملنا ديمو اري كليك مين واد فيو ادينا بنعيد لإعادة استفادة وجيت هنا قمت قايل له ام بي دي ما سمعتش مدلتها عشان هزود حاجة عشان اجي نقطه كده ما فيش مشكله صح هو قايل مثلا ان هو مثلا هنستخدم لاي اوت مثلا لما استخدم لاي اوت هو بقى يعرف ان احنا مظبطين لاي اوت انتوا فاكرين لاي اوت ولا لا او مختار مثلا ايه في اللاي اوتس البيزك لاي اوت انا مش شايف لا حياة اللي من الدنيا دي بيزك لاي اوت خلاص ادي البيزك لاي اوت قلت له اوكي خلاص كنا ربطته على ان هو يشتغل اوتوماتيك على الايه البيزك لاي اوت لو كان في انا مش فاكر اصلا كنا عاملين في حاجه ولا لا بصراحه عشان ما بقاش يعني كذاب يعني فهنا هو خلاص عملناه على المودلز والبرودكتس وقلت له لا خلي البرودكتس دي سلسله اري والصفحه من فوق يبقى اسمها ايه التايتل قلت له دي مو اري ماشي وقال لي خلاص انا اللاي اوت عرفت اللي هو البيزك لاي اوت اللي انت حاطه جوه الفيوز تحطه جوه الفيوز ما تحطوش جوه الفيوز براحتك ماشي كلام جميل وهنا على اتش 2 طبع كلمه ايه هو باي ديفولت كانت طبع نفس التايتل قلت له لا احنا عندنا اري دلوقتي كوليكشن وحاطط فيه شويه داتا وعايزين نشتغل ايه نشتغل عليها فكل اللي هنعمله هنقول ايه اف خلاص بقى ما عندناش مشكله في اف خالص موديل دوت لينس احنا عارفين موديل دوت لينس هتجيب لي عدد الايه عدد العناصر الموجوده في الموديل والموديل بتاعنا اصلا احنا مظبطينه ان هو هيشتغل على مين؟ على اري اوف برودكتس على اري اوف ايه؟ برودكتس فالمفترض ان هو دلوقتي اوتوماتيك ايه؟ هيعد هو هيعد دلوقتي هيشتغل في العد لوحده فاقول له كان اللينس اكبر من زيرو اعمل ايه طيب؟ ايه كده بقى يرجع في كلامه خلاص والله زي دي خلاص انا مصدقك انا مسامحك ماشي يعني ده احنا يعني من غيرك النهارده ما كناش اشتغلنا يا اسلام انت بتتكلم في ايه خلاص يا اسلام
ده رفع عنك الحرج، احنا من غيرك بقول لك كلنا نشتغل. احنا عايشين بخيرك. بعد كده كنت جاي هنا قلت له لو كان الموديل بزيرو قلت له عايزك تعمل تيبل، وجوه التيبل ده عايز اعمل تي هيد. التيبل طبعا عندنا بيتقسم، ممكن اقسمه تي هيد يعني تيبل هيد وتيبل بادي. خلاص قلت له هعمل تي هيد، نعم تي هيد وتي بادي. قمت جاي في التي هيد قمت قايل له عايز اعمل تي ار يعني رو، وجوه الرو دوت هعمل 2 تي اتش، واحدة أول تي اتش للبرودكت نيم صح؟ أول برودكت وخلاص أو النيم، وتاني تي اتش بعدها يعني تاني خلية هكتب فيها الإيه؟ البرايس. خلاص كده ده كده بالنسبة لي الهيدر من فوق، هيطلع بس خطه تقيل شوية عشان هو واخد تي اتش. وهقوم جاي بعد كده أقول له بعد ده تي اتش أنا عايز التي بادي. قال لي ماشي، قلت له في التي بادي عايز بقى أعمل لوبينج. خلاص عايز اعمل لوبينج، احنا خدنا اللوبينج في السي شارب في 4 ريتش او في 4 وكده، احنا هناخد 4 ريتش على اساس ان هي اري دايما في الاري وكوليكشنز اريح لنا واسرع. فقلت له عايز اعمل اد 4 ريتش. خد بالك عشان عايز اجوز كله ببعضه، يعني الاتش تي ام ال يخش في الايه؟ في القيم اللي جايه من البرودكتس اللي موجوده عندي في الاري. خلاص قلت له ماشي 4 ريتش. وهنا بقى خد بالك من الحته دي، عشان اقول برودكت لاحظوا ان هي مش متشافه صح؟ محدش بيرد عليا. يعني المفروض عايز اعمل برودكت بي صح؟ ان الايه؟ الموديل، ما هو الموديل عباره عن اري اوف برودكتس، فهو اصلا مش شايف الايه؟ البرودكت. يبقى حتى بيقول لي النيم سبيس بتاع البرودكت ده انا مش شايفه من اساسه. ازاي شايفها فوق؟ هو شايفها فوق ازاي؟ شايف رازر اكزامبل دوت موديل دوت برودكت صح؟ طب تعالى كده نجرب، اقول له رازر اكزامبلز دوت موديلز دوت كفا صح؟ شغال. هو الراجل زعلان يعني عشان بس عشان 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 علامه الار هي اللي هي اللي عملت كده دي. لو احنا مش عاملين كده كان هنشوفها على طول مفيش مشكلة. ماشي؟ شغال؟ قلت له ماشي شغال كويس. كده هيعمل ايه؟ هيعمل لنا لوبينج. اللوب ده بيشتغل مع كل ايتم جوه الموديل. كل ايتم يعني كل برودكت. كل برودكت هيعمل ايه؟ احنا عاملين ثلاثة برودكتس. يبقى يلف الكود هنكتبه ده هيلف عليه ثلاث ايه؟ ثلاث مرات، صح كده؟ احنا عاملين ثلاثة برودكتس. مالك تنحت لي ليه كده؟ اهو. اهو. الثلاثة برودكتس بتوعنا اهم. والقيم بتاعتهم هم. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل تي ار واحده، تي ار واحده والفور اتش الكراري مع كل ايه؟ مع كل البرودكتس، حتى عشان لما تضاف برودكتس جديده في داتابيز ولا حاجه يقدر يطلع الايه؟ يرص هو لوحده، يرص هو ايه؟ اوتوماتيك لوحده. فقوم جاي هنا قايل له ايه؟ كلام جميل، احنا عايزين نعمل تي دي عاديه، تي ار اس في الاول، والتي ار من جوه الفور اتش عشان مع كل لفه بيعمل تي ار من اول وجديد. خلاص؟ وجواها تي دي وكمان ايه؟ تي دي واحده للبرودكت نيم واحده للبرايس صح؟ فهطبع هنا من البي بقى، لان البي دي هي اللي في كل لفه هتشيل ايه؟ هتشيل برودكت من البرودكتس. اقول له هنا بي، لا هقول له هنا هقول له ايه؟ هقول له طبعا بي دوت اطبع لي النيم، وهنا بي دوت ايه؟ برايس. فاطبع لي هنا مين؟ اطبع لي هنا البرايس. كلام جميل. ده الكلام دوت اصلا لو انتوا خدتوا بالكم او ركزتوا معايا، نعم؟ جوه الاف في الاساس اصلا اللي بره. جوه الاف في الاساس اللي هي اصلا ايه؟ نفسيته تعبت. كده كويس؟ ماشي. طبعا كل الكلام ده المفترض ان لو حتى لو عملت كده بص هتلاقي ان كل ده تحت مين؟ تحت عباية الاف. ماشي؟ يعني كل ده في الاساس
تحت جملة ايه؟ تحت جملة اف ان المودل دوت لينس اكبر من الزيرو هيعمل التيبل ده. خلاص؟ يعني ممكن نعمل كده ونقول كده. اف ان المودل دوت لينس اكبر من الزيرو اعمل بقى كل اللي في النص اللي هو التيبل باللي احنا عملناه ده كله. صح؟ إلس معناها ان هو مش اكبر من الزيرو معناها ان مفيش. مفيش تيبل ماشي. هو عامل هنا ايه بقى؟ اطلع ايه؟ هطلع رسالة ومثلا طلع أي رسالة مثلا أقول له no product data مثلا بس طبعا احنا قلنا دايما نعمل ايه؟ نلتزم بالأقواس واحنا شغالين ايه؟ رازر عشان من الدنيا ما تتعبناش معاها خلاص؟ تعالوا نجرب ثلاثة برودكتس بتوعنا اهم ادي البرودكت انفورميشن. اه دي بقى دي اللي حته اللي فوق ومن تحت دي هي اللي كانت موجوده في الـ في اللاي اوت في البيزك لاي اوت والمربع وكله ده موجود في البيزك لاي اوت. احنا في الحته احنا الحته دي يا عيني خلاص عشان مفيش بوردر ومفيش فطلع المنظر مش مرصوص كله جنب بعض وخلاص. يعني احنا مش عاملين اي ستايلنج للتيبل يعني، لكن احنا ممكن نعمل على السريع كده ستايل بس ان نعمل له مثلا بوردر دبل وممكن نعمل له سيل سبيسنج على اساس ان هو سيل سبيسنج مقصود او بادنج او سبيسنج المقصود بيها اللي هو المسافات ما بين الحاجه. تلاحظوا ان مثلا برودكت 1 وجمال 275 كله يعني كله لازق في بعض مفيش سبيسنج. المفروض دي خليه ودي خليه بس عشان مفيش مسافات ما بينهم قريبين من بعض فمايل له بادنج. نعم لا احنا عملنا فريم، ما البوردر هو اللي عمل فريم، عمل الخط هيعمل الخط بس هتلاقي برضه الخط يعني والدنيا برضه ملزقه قوي ببعضها. يعني الخط يعني كلمه برودكت 1 شرطه وبعديها احنا بنعمل بادنج يعني بنوسع بقى اصلا ما بين الايه؟ ما بين الحاجه ذات نفسها. نعم دي البوردر، البوردر ده اللي هو الخط. عايزك تقول ان الجدول يبقى مرسوم قصدك دي البوردر ده الجدول يبقى مرسوم يترسم بقى خطوطه بالطول وبالعرض وبالكامل بحيث يترسم. اما البادنج دي وسع لي شويه ماشي، وسع لي ما بين الكلام وبين بعض. هوريكم كده نخش في القصه بقى. يعني ده كده الايه ده البوردر الدبل خلاص. لاحظ ان ما بين واحد وما بين 275 بص هي شفت. طيب ماشي ما تزعلوش لكم السبعه ولا ثمانيه القط بقى من غير بقى ريفريش بقى. حد حاسب حاجه؟ حاسب. لاحظوا بص اصلا المسافات هنا انا جاي لكم اهو. لاحظ هنا وسعت يعني لو جينا عملنا كده خلينا نقول ارقام كبيره كده عشان ناخد بالنا صح. لو جينا عملنا ريفريش كده لاحظوا ايه المسافات هنا ايه وسعت بس وسعت من بره. والبوردر برضه لما اتعمل كله من ايه اتعمل من بره ما اتعملش حتى من ايه البوردر من جوه. نعم سامعك. هو نعم بخصوص طول الخطوط الداخليه والخطوط ايوه مفيش مشكله. ممكن نعمل بقى البوردر اللي على اليمين اللي على الشمال اللي في النص نقدر نحدد كل الكلام دوت. يعني لاحظوا هنا لما عملت الكولابس
يعني بدأ يفرغ من كله. دي ساعات بتبقى عندنا في الـ في الستايل مهم، لان بيبقى ساعات بس حاطين صور او حاجات زي كده، فبنحب ان احنا نفرغ عشان نقدر ان ايه الحاجات تبان ان هي كلها يعني متلزقه ببعضيها. دي البرودكت لابس. في حاجه تانية انا عايز اوريكم شويه يعني ستايلنج، مع ان مش وقتها بس يعني نتكلم عليها. في البوردر مثلا باتن، انت كنت بتتكلم على البوردر الخط اللي من تحت، اقدر بقى احدد حجمه بشكل مختلف عن باقي. ساعات ناس بتحب تعمل كده الخط دوت من تحت بقى تقيل شويه ولا على اليمين شويه عشان قال يعني ايه قال يعني في ظل يعني ولا كده يعني حاجات، بس دي بقى بتاع ناس ستايلنج يعني مش وقتنا يعني خالص. وكذلك البوردر باتم ليفت ريديوس، الريديوس هو درجه الميل. لاحظوا ان احنا دايما هنا دايما بيبقى ايه خط كده يعني صح؟ يعني حاد خلاص، لكن ده بيعمل كيرف كده في الايه في الكوب بتاعك، يعمل لك كيرف يبقى واخد كيرف في العرض. وكذلك بقى في الستايل انت ممكن تخلي تحت دوت منقط، تخليه خط تخين، تخليه خط رفيع، خط محفور، يعني كل والويتس بتاعه حجمه تخين او رفيع او غير شكله كده. بقى عيش بقى نفس الكلام طبعا. البوردر كلر عامه لكل الاربع جهات، والبوردر كولابس للاربع جهات، والبوردر بس للاربع ايه؟ للاربع جهات، زي ما احنا عملنا بوردر دبل، خلاص هو بوردر دبل لكله صح؟ وبوردر ايمج لو عايز تخلي البوردر يبقى يعني ساعات بيبقى ايه اكنها صوره، بس هو البوردر بالعرض بتاع بدل الخط الاسود هو واخد ايه واخد الحواف بتاعه الصوره خلاص. وطبعا والريبيت لو هي لو مثلا الصوره خلصت والجدول كبير فيبدا يكررها كده مش تبقى في خلفيه من وراها. والسلايس والسورس المسار بتاعها سلايس بيقطعها، يعني لو عايز تقطعها بشكل معين او تقطع منها جزء معين. والبوردر ايمج ويتس عرضها، والبوردر ليفت نفس الكلام احنا قلناه على الباتون، بس هيبدا ياخده في الايه؟ ياخده في الليفت بالريديوس بتاعه كله. اما البوردر ريديوس دي بقى للاربع جهات، زي ما اقول بوردر ما حددش الاتجاه يبقى بالاربع الاربع جهات. والرايت نفس الكلام. البوردر سبيسنج هنا بقى الايه؟ السبيسنج ما بين الايه؟ ما بين البوردر. يعني لو جينا جربنا كده قلنا البوردر سبيسنج مثلا وقلت له مثلا 15 بيكسل مثلا، وجينا نعمل ريفريش. لاحظوا هنا سيبك انت من المسافه اللي هنا دي احنا عارفين مين اللي عاملها، دي البادنج، البادنج اللي عاملاها صح ولا لا؟ لكن هنا بقى تلاحظ المسافه اللي جت هنا صح؟ يعني هو عشان تبقى اوضح تعال نقول خليها 5 وايه؟ 25. ولاحظ المسافه اللي هنا ولاحظ المسافات اللي هتبقى في النص هنا. لو جينا عملنا ريفريش لاحظ المسافه اللي هنا تقريبا هي لكن لا لا هقول لك ما زادتش. المسافه اللي هنا هي بس الكلام وما حواليه هو اللي وسع، الكلام وما حواليه هو اللي ايه يعني اتاكد الحيز اللي حواليك هو اللي بدا ايه يوسع. لو حبيت اشرح لكم الحته دي مع اني مش عايز اخش في تفاصيلها قوي دلوقتي، بس يعني طالما جت يعني لو قلنا فيو بيج ماشي، قلنا انسبكت على الـ ديت هتلاحظ دي شرحها لك كويس جدا يعني. خلاص هتلاقي ان ادي الايه؟ ادي الجدول الرئيسي اللي انا حاطه تحت هنا هو اللي انا ايه؟ لاحظ ان هو متلون هنا. خلاص؟ هو ده كده الجدول الاساسي. الحته اللي بره دي الحته اللي زايده دي كده ادي دي البادنج اللي احنا بنتكلم عليها. ما هو معلم عليها. معلم عليها هنا وهنا. ماشي؟ اهو مطرح ما انا واقف ومطرح ما هي واقفه. خلاص انا مش شايف كويس هنا عندكم واضحه ولا لا؟ اهي زي كده ده الجدول الاساسي هنا وهنا اهو. خلاص؟ هنا البادنج او منورك الحته الطرف اللي هو قبل اللي هو ما قبل البوردر اللي هو ما قبل الايه؟ البوردر. ده البوردر اهو لونه هنا وهنا. ده هنا كده ده الايه؟ ده البوردر في حد ذاته. في حاجه ثانيه بقى اعلى اللي هي المين اسمها المارجن. والمارجن دي بقى اللي هي اللي ما بين الجدول وما خارجه. وهنا عشان مركب على صفحتين خلاص، لكن لو انت حاطط حاجات لو حاطط جدول ثاني جنبيه هيبان بقى الفرق ما بين الجدول والجدول. او حاطط صوره يبقى ما بين الجدول وما بين الايه؟ الصوره. خلاص؟ دي السبيسنج اللي كنا عايزين كنت عايز بس يعني جت كده في ايدينا اللي هي الملف ذات نفسه. طبعا انا مديك المساحات بتاعته والبادنج اللي هي كنا عاملينها 12 بيكسل خلاص، والبوردر الديفولت بتاعه اللي هو عامله 2 و2 ومش عارفه قد ايه، وفوقيه المارجن اللي هي الهوامش اللي ما بينه وما بين الايه؟ ما بين اللي حواليه. خلاص كده؟ طيب
كده احنا شفنا ازاي قدرنا نتعامل مع الفوريتش ومع الايه الاري اللي كانت معانا. حلو، احنا كان عندنا مشكله بس في الكود اللي موجود هنا، الحته اللي احنا عملناها واتكلمنا فيها من شويه اللي هي الحته دي مضايقانا، صح؟ عشان نقدر نوصل للبرودكت اضطرينا نقول له راذر اكزامبلز دوت مودلز دوت برودكت. يعني كنا متعودين في السي شارب ان لو قابلتنا مشكله زي دي احنا ممكن نعمل يوزنج. خلاص هنا اهو احنا الموديل هنا، احنا هنا حددنا الموديل ذات نفسه، حددنا مين؟ الموديل ذات نفسه، ما حددناش ان دي يوزنج، فدي مش بديله ليوزنج، دي مش بديله لايه؟ مش بديله لكلمه يوزنج. طب هل في كلمه يوزنج عندنا في الرازر؟ في اخت بالظبط السي شارب. ان انا هقوم جاي هنا، بس خد بالك بقى في الاختلافات اللي هتحصل. خلاص اولا هكتب ات، لان يعني كله عندنا بيكتب بايه؟ بات. وجيت قلت ات ايه؟ ات يوزنج، مش عندي مشكله خالص. وبعدين قمت قايل رازر دوت مودلز، صح كده؟ رازر اكزامبلز دوت موديل وسكت كده. انا في الموديل هنا ليا حق ان انا الغي ده كله. بقى الموديل بتاعي عباره عن مين؟ عن برودكت. مش لازم بقى اقول رازر اكزامبلز دوت مودلز دوت برودكت. رازر اكزامبلز ده اسم البروجكت بتاعنا، احنا سميناه كده. رازر اكزامبلز دوت مودلز، وجوه المودلز هتلاقي فيه كلاس احنا كنا عاملينه كان اسمه ايه؟ برودكت. انا عملت يوزنج بقى رازر اكزامبلز دوت ايه؟ دوت موديل. بقيت اقدر هنا اجيب بقى برودكتس وبايه؟ حتى اما اجي اقول موديل او الموديل برودكتس على طول، مش محتاج ان اكتب الاسم بالكامل. وفي الفور اتش كذلك انا اقدر دلوقتي اقدر ايه؟ اقدر استغنى عن رازر اكزامبلز دوت ايه؟ دوت مودلز، واقدر اقول بقى برودكتس على طول، عشان انا عملت كلمه يوزنج البسيطه. ودي بايه؟ ازاي نتعامل مع النيم سبيس بالرازر، يعني ازاي نتعامل مع النيم سبيس بالرازر. بكده احنا نكون يعني اخذنا نظره سريعه مريعه، حلوه مريعه في الرازر. ليه؟ لان كده احنا قادرين ان احنا لو دخلنا بقى في شغل رازر بقى وبنكتب كود ما نبقاش دماغنا مشغوله مع الرازر دلوقتي. ان شاء الله نخش في البروجكت ما يبقاش بقى عندنا مشكله في الرازر نفسه دلوقتي. خلاص يعني نقدر نخش نكتب كود رازر بدون مشكله. يعني نقدر دلوقتي نتنقل للجزء الثالث اللي احنا يعني طبعا محددين اجزاء. الجزء الاول احنا كنا بدانا قلنا نخش في الام في سي كده ببروجكت على طول عشان نقدر نتعامل مع كل الامكانيات بتاعته ونقدر نتفاهم، لان هو ملفاته كتير ومختلفه وكده. وده الحمد لله عملناه. بعد كده دخلنا في كنا محددين اربع اجزاء. بعد كده دخلنا في مبادئ السي شارب اللي لازم تكون عندنا، وكنا في حاجات كتير جدا لازم تكون احنا عندنا موجوده. بعد كده اخذنا جزء بتاع الرازر، صح؟ وقلنا ازاي نكتب كود بتاع رازر. وبعد كده قلنا ان هيبقى في حاجه اسمها الام في سي تولز، الام في سي ايه؟ تولز. ده الجزء الرابع. الام في سي تولز هنتكلم عن شويه تولز اساسيه مرتبطه تماما مع مين؟ مع الام في سي. وبعد كده يبقى كده خلاص جهزنا نفسنا، خدنا كده ريفريشمنت على السي شارب، على الرازر، على فكره الام في سي كامله بالشغل بتاعها، على التولز الجديده اللي مرتبطه بالام في سي. يبقى احنا كده جاهزين ان احنا نقدر نخش في ايه؟ عملنا المقدمة بتاعتنا للبروجكت يعني.